Hoje de si. Hoje de si. Hoje de si. Hoje de si. À la Rádio Med. Hoje de si. التسعة وربع رجعنا لكم في موجة صيف. صباح الخير، مرحبا بالناس الكل اللي خلطت علينا توا، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد بما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا ولا على الراديو ميد تونيزي.com. اليوم الحقيقه نحكيو في موضوع مهم، اليوم نحكيو على نزيف الانف والاسعافات الاوليه الضروريه الرعاف كما معروف. اليوم نحكيو عليه، معنا تو سويت بالتليفون مدام مونيا بن سليمان مختصه في الاسعافات الاوليه. صباح النور، مرحبا بك معنا مدام مونيا. صباح الخير أمل، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله أمل. صباح الخير، وصباح الخير لكافة مستمعي راديو مات. يا عايشك، مرحبا بك معنا. دونك كالعادة معاك ناخذوا النصائح المهمة في كل موضوع نقترحوه. مدام مونيا، اليوم نحكيو على الإسعافات الأولية لنزيف الأنف اللي نجموا يعانيوا منه صغار ولا كبار، لكن مالوغوزمون فما ناس ما تعرفش كيفاش تتعامل بالطريقة الصحيحة مع نزيف الأنف. يعطيك الصحة قبل اكزاكتومون. نزيف الأنف قبل كل شيء هو كما أي نزيف أي نزيف ليموراجي، اللي هو ليموراجي. إذا كان ما نقوموش بالإسعافات الأولية في تعفيف أمل نجم تتعكر الحالة. ونزيف الأنف صحيح هو معناها مش نزيف قوي، أما ساعات يكون بقوة. هنا كما كنت تقولي نجم يجي للصغار وإلا زادة نجم يجي للكبار. يلزمنا نصرفه كما قلت فيسع فيسع، وما يلزمناش معناها ما نعطيوهاش قيمة الحكاية بالأخص كي تتعاود برشا مرات. هنا أنا مانيش دكتورة، أما أنا حبيت نقول إذا كان تتعاود برشا مرات يلزم نمشي للطبيب، وإذا كان بالأخص الصغار أمل إذا كان يتيح الصغير على رأسه وبعد يعمل نزيف أنف ما نقولوش لا سي بون حاجة نورمال، لا يلزم يمشي يعدي. الأسباب نتاعو كيما قلت معناها تنجم تكون برشا يقول لك أنا مشيت للطبيب يقول لي صغيرك عادي، معناها حتى كان ميسالش. وقتاش تكون مخطرة وقتاش يلزمنا نعدي ويلزم يلزم نزيف الأنف وما يقعدش مدة طويلة. إيش معناها؟ معناها إذا كان عمل قمنا بالإسعافات الأولية وفات العشرة دقائق، مدة عشرة دقائق وهو مازال عندي مازال متواصل النزيف حتى بعد 10 دقائق، معناها فوالا متواصل النزيف يلزمنا معناها ما نحقروهاش الحكايه. وبالاخص كي تعاود برشا مرات قول لك ولدي ديما مستانس ديما يعرف بربي ماذا بينا نهز ولادنا للطبيب في بالاخص كيف تتعاود. باهي كما كنت نقول اللي هو يلزمني نتصرف، ما يلزمنيش نخليها مده طويله، يلزم صغير نكون انا مراقبته، ما يلزمش ينجم يكون وحده نزف وانا مانيش بحذاه يعني كيف كيف ينجم يخسر بزيت شويه دم. على هذاك يلزم عينيا ديما نقول لهم انا عينيكم على صغيرات. صحيح دونك نحكيو تويك على يعني هذوما معناها الحاجات اللي نوصيو بهم. اول حاجه الاولياء انه الصغير بيان سور اذا كان عمل نزيف الانف اكثر من مره لازم المتابعه، لازمنا ما نسكتوش عليه كي يفوت العشرة دقائق، ولازمنا نتعلموا الاسعافات الاوليه وقت اللي صغيرك يعمل نزيف الانف. اي ولا والمهم وانا يلزمنا نتعلموا الاسعافات الاوليه. باهي الاسعافات الاوليه احنا قبل كنا نقولوا مماتك ولا امك يقول لك كي يبدا فما نزيف يقول لك اقشع راسك التيل. اي صحيح، هذه صحيحه. هذه غلطه، هذه مالوغوزمون معناها نسميهم غيميد دو غرومير يقول لك مامتي قاتلي امي قاتلي. دونك حاجات فما برشا حاجات يعطيوهم لنا صحاح، اما هذه حاجه غلطه ما يلزمناش نعملوها. علاش؟ خاطر كي تقشع راسك الفوق ينجم يعمل فوس روت باك الدم هذاك وينجم يشرق به معناها وينجم زاده معناها تصير له هكا شويه تعكرات. هذه ما يلزمناش نعملو. شنو يلزمنا نعملو؟ نحط يدي نسكر خشمي أمل بزوز صوابع وراسي معناها لوطة، معناها نهبط راسي لوطة وننزل بزوز صوابع على خشمي لمدة عشرة دقائق قبل كل شيء. سمحني قبل ما ننزل ساعة نمخط له الصغير ولا حتى كبير. امخط مش معناها تمخط، معناها نخرج الدم اللي تحتر سنبيك في خشمه. دونك مش نفرغ وبعد ننزل بفاصون اللي نوقف النزيف
لمدة حوالي 10 دقائق. هو راو كي يبدا حاجة مش مخطرة معناها جينيرالمون يوفى يقص نورمالمون في العشرة دقائق هذوكم باش تلقاه قص النزيف. تلقاه قص يعطيك الصحة. اما اودولا دو 10 دقائق معناها ماذا بها بيان سور بالطبيعه معناها يشوف طبيب باش يشوف علاش داكور. دونك هنا انا الاسعافات الاوليه مهمه برشا كيما قلت ما يزيدش نخليه ينزل خاطر كيما نعرف اي انسان يخرج له برشا دم تنجم تصير تعكرات وتعكرات خطيره وبالاخص صغير كيما تفيقش بيه ينجم يكون يلعب وينزف مش فايق بروحه ولا ما عطاش قيمه الحكايه ما يمشيش لامه مثلا يقول له هذا الكل ينجم يصير وفي نفس الوقت يلزم لهم تعرف كيفاش تتصرف كيما قلت لك دونك هذوما حاجات مهمه برشا برشا عباد مالكش ما يعرفوهمش دونك هنا نعطيو نصايح لكل ام لا قدر الله يصير لها معناها حاجه كيما النصيحه هذه مونيا اللي قدمتها لنا نتاع الاسعافات الاوليه تنطبق معناها على الصغير وعلى الكبير زاده كيف كيف حتى كان كبير كيف صارت كيف له على الصغير وعلى الكبير كيف نحط يدي نسكر هو نورمالمون تسكر الناغين اللي فيها دم ما نقول نسكره للزوز ما يكفيش نتنفسوا بفم النجا واحد يتنفس بفمه كيما قلت لك لمده حوالي 10 دقائق كيف كيما الصغير كيما الكبير بوتيتر الصغير ما يركحلكش مده 10 دقائق نحاول إذا كان فات العشر دقائق بيان سور كما قلت لازمنا نمشي للطبيب وإذا كانت تكررت الحكاية أكثر بيان سور لازمنا نمشي للطبيب باش هكاكا نطمنوا أكثر على صحة صغارنا ولا حتى كان كبير يطمن على صحته أكثر دونك هذا هو شنو لازمنا نعملوه هذايا هو شو هو حاجات سهله برشا وبسيطه برشا ومهمه برشا ويلزمنا نعرفوهم فهمتي امل ساعات حاجه سهله وتقول كيما اقشع راسك قلت لي ذيك كنا فاهمينها بالغلط هذيك انا اليوم صححناها مش تنزل على خشبك امل وتقعد ساعه وانت تنزل وتعاود وتراه صباه بزاف لا معني مره برك انزل وخليه فميك مدة 10 دقائق حوالي اكيد تنزل وتعاود تشوف هذيك معناها ماذا بينا لا اي واضح جدا اذا كان عندك نصائح ربما هوني فيما يخص موضوعنا اليوم تحب تقدمهم للاولياء في كلمه الختام تفضل مدام مونيا كيما قلت لك الاولياء نقول لهم ردوا بالكم على الخيرات لازم يفيق به اللي هو عنده نزيف هذه حاجه وثاني حاجه اذا كان السبب نتاعو طاح كيما قلت على راسه يمشي للطبيب راهو معناها ما نقولش لا ولدي متنس يعرف وسي بون فهمت ماذا بكم في اغلب الحالات معناها يشوفوا الناس وردوا بالنا على صغيراتنا كيما نقول انا ديما الوقايه خير من العلاج اتلهوا بصغيراتكم عينيكم على صغيراتكم ما نغفلوش عليهم اكثر من 4 ساعه 20 دقيقه على خاطر لا قدر الله فك الوقت هذاك تنجم في حاجات احنا من معناها ما بعد دخلتوا ما خلص عليهم وليدات خلص عليهم وليدات فوالا يعطيك صحه مدام مونيا شكرا لك على تدخلك معنا شكرا على المعلومات هذيا الكل اللي قدمته لنا فيما يخص الاسعافات الاوليه لنزيف الانف مدام مونيا بسليمان مختصه في الاسعافات الاوليه نحن راجعين معاكم بعد شويه مكملين توت سويت صبحيتنا بالموزيك